السلام عليكم. اليوم رانا في بلدية برج البحري ونروح نشوف ميناء جديد، يعني مش ميناء كبير، على كل حال ميناء تاع النزهة، ميناء تاع النزهة راه قيد الأشغال هنايا. نشوف انه الميناء هذا مازال الأشغال ماشية فيه، ونروح نشوفه نجولوا فيه ناخذ فكرة. وهنا إذن في أشغال حتى للهيع، هذه هي مازالت العملية تاع وضع الخرسانة، الخرسانة الإسمنتية باش نفينيو هذا الرصيف هذا. حنا رانا فوق الرصيف، لكن الرصيف هذا مازال لم يتم وضع الخرسانة النهائية تاعو، لكن الملامح، ملامح تاع الميناء هذا يعني تظهر يعني باينة بوضوح. شوف الشكل تاع الميناء، الشكل تاع الميناء، كذلك الأرصفة الموجودة فيه. هو من بعيد ما يبانش كبير، لكن كي توصل ليه تكون قدامه يظهر يعني بحجم لا باس به. فهو ميناء بلدي كما نقولوا احنا، ميناء بلدي نتاع بلديه، ماهوش ميناء يعني ماهوش ميناء كبير وماشي تاع ولايه الجزائر او مدينه الجزائر. هذا يعتبر ميناء صغير يناسب المنطقه هذه، على حسب المنطقه هذه فهو ميناء لا باس به. وهو كذلك ميناء للصيد، فيه الاستعمال ديالو، هو الاستعمال تاعو لرسوم بواخر تاع الصيد، وكذلك بواخر تاع النزهة. هذه هي، لكن الأشغال مازال لم تنتهي فيه. نواصل الرحلة هذه، نخليكم تتابعوا الرحلة هذه في هذا الميناء الجديد ببلدية برج البحري على مستوى منطقة ألجي بلاج، يسمى بألجي بلاج. وشوف انه بعض السيارات تقدر تجي حتى لهنا لانه الطريق مفتوح. إذن خليكم تتابعوا هذه الرحلة إلى النهاية، والسلام عليكم.